وانا من هذا المستشفى عام ونص وانا كنمشي ونجي مريضه ليا البنت هذه من شهر 11 تقريبا واحد العام ولا عام وشهرين دابا وانا كنطلع ونهبط عندها جرت هما في المعده وما بغاو يديروا معايا والو هاد الناس ما بغاو لا يعالجوها لا حتى شي حاجه فين ما كنجي كيصيفطوني ما كاين غير سيرجي كانت عندي الطوموبيل كنجيب الطوموبيل في كنبلاصي هنا عند عساس ملي تقادوا لي الفلوس بعد الطوموبيل ديالي وبقيت كنمشي ندير ترونسبور وكنجي هما داروا معايا هاد الناس والو فين ما كتغيب الدريه كنجيبها لهم كيقولك دير التحليله كنمشي ندير لها التحليله هنا كندير تحليلات بالفلوس كندير تحليلات ملي كنجيبهم لهم غير البارح لحد درت لها جوج تحليلات ب 400 درهم في هاد لابراتوار هنا قال لك غادي تنعس الليله قال لك البلاصه ما كايناش غدا الصباح جيب لنا مع 8 جيت اليوم مع 8 خرجت من الهروين مع 6 ديال الصباح شديت الطوبيس وجيت لهنايا ملي جيت بدون نتيجه ملي دخلت عندهم قال لك البلاصه ما كاينه شاي الفيبرو خاسر اذا هاد السبيطار كامل ما خدام شاي كان عندي رانديفو خدتو من البوابه الالكترونيه في شهر 6 وغيروا لي داروا لي فيه شهر 11 وما بقاش خدام هذاك ملي وليت كنجي عندهم كيقول لك تيو ما خدام شيء ملي خديت من البوابه الالكترونيه خديت داك الشيء مزيان تيو خدام وداك اللي عطوني رانديفو بي ملي جيت عندهم هنا تغير ليا طلعت للقاعة ثلاثة تغير ليا الرانديفو ديالي كيعاملوك بركسة تعيا وزيد حتى كتريح تتعيا وتزيد بحال ما عندهم ما خاصني يعني كتجبد غير الستيلو كتجبد الطابع كتدير كتطبع سير منك لا سير دفنها حيه ولا منك لا الرساله اللي كنوجه للمسؤولين هو اي طالب يجي يشوف لنا راه المستشفيات اللي عندنا هنا راه ما كايناش في اوروبا راه ما كايناش والله ما كاينه انا راه 20 عام في ايطاليا وملي جيت انا راه شفت المستشفيات راه كلشي كاين عندنا راه كاين الاكسجين كاين السريرات كاين الادويه اللي ما كايناش في اوروبا كتوحل فيها ما كاينه عندنا هنا وفي الاخر ما كنستافدوش منه ما كنعرفوش فين كتمشي ملي كيقول خرج شري دير تيو شري القاروره شري هذه شري هذه شري ديالنا فينا هو ديالنا وديال انا ما كنطلبش انا العلاج ديالي انا لمرت ما نجيش عندكم نموت في داري ولكن انا بغيت غير الدريه هذه تعيش انا برم عمري ما دقيت عندكم هنايا بارك انا في المغرب 10 سنين دابا باش بركت دخلت في 2009 ما عمري ما دقيت شي برا ولا قصدت حتى قلت لهم دقوا لي برا لان كان مرض كنداوي راسي في الدار ما كنقصدهمش ولكن هذه الدريه صغيره انا ما عرفتش ندير لها واش ندفن حيه 6 سنين عندها نهرب عليها اش غندير ما عرفتش دابا كنطلب من الوزيره شي راه كون غير ما عندنا شاي ولا ما بحالنا شاي المغرب ما عنده شاي راه نقول لك راه ما عندوش الله يحسن العون ولكن المغرب راه عندنا راه سيدنا موفر لنا كل شيء حتى من التلقيح حنا الاولين في العالم وفروا لنا سيدنا راه ما وفرش شي واحد اخر مي يقول مي يجي شي واحد من المسؤولين يقول انا جبت التلقيح التلقيح جاونا سيدنا الله ينصره وحنا الاولين في العالم اللي تلقحنا هاد الفيديو راه كنوجهو للمسؤولين ديال وزاره الصحه وغادي نكتب واحد البريه للديوان الملكي غنكتبها بخط يدي ما غاديش نكتبها بالداكسيلو باش ما تزور شي غنكتبها بخط يدي ان شاء الله وغادي نصيفط ملي غادي نسالي من هنا غادي نمشي نكتبها للديوان الملكي والله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا